بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد صبري وتسجيل جديد. كنت ببحث عن بعض الأمراض النفسية اللي بنعيش بيها واستوقفني القلق، وزي ما مكتوب في الدراسة إن تعريف القلق هو حالة نفسية وفسيولوجية بخلق شعور غير سار يرتبط عادة بعدم الارتياح، وغالبا ما يكون مصحوبا بالخوف والجزع من أحداث متوقعة. القلق في حد ذاته مش مشكلة، بس المشكلة لما يتحول لمرض، وساعتها القلق ده بيتحول إلى سرطان بيتحكم في كل خلية في جسمك وبيوجهها ناحية الخسارة والاستسلام والفشل والتراجع. القلق كفيل يخليك تتنازل عن حلمك أو طموحك، وقد يصل بك إلى الانتحار. كنت قريت عن قضية غريبة جدا، إن شخص ما مصاب بمثل هذا المرض النفسي وصل لسمعه بالخطأ إنه مطلوب للتحقيق معاه في قضية قتل. قلق الشخص وقتها وصله للارتباك، وكانوا كفيلين إنه لما يسمع الباب بيخبط إنه ياخد خطوة واحدة فقط ناحية الشباك ويلقي بنفسه. خطوة واحدة وجريئة جدا وخالية من القلق، وهي خطوة الانتهاء. قضية غريبة جدا وحيرت العالم وقتها، ازاي شخص في مرحلة الاتهام ينتحر على الرغم انه بريء. ومن هنا اعترف العالم بمرض نفسي جديد وحط اول اسم لشيء اسمه القلق. على عكس القلق بقى الثقة. الثقة هي العامل النفسي الأصيل في توصيل الشخص للنجاح. الثقة هي الشيء اللي دايما بيقولك شكلك حلو، لبسك جميل، ضحكتك جميلة. الثقة هي الباعث بالأمل، مضخة الأحلام، الزقة اللي بتخليك تنط عشان تحقق حلمك. ديفيد لويد بيقول لا تخش اتخاذ خطوات واسعة وكبيرة، فلا يمكنك عبور الهاوية في قفزتين صغيرتين. مش قفزتين صغيرتين ولا بينهم نفس أو راحة، هي نطة واحدة بس بكل ما فيه وبكل ما أتيت من قوة وحلم وشغف. وخليك متأكد إن القرارات الكبيرة والمصيرية دايما بترتب عليها نجاحات أكبر وأعظم. مهما عانيت من الألم أو إحباطات من اللي حواليك، لا تقلق وخليك واثق من نفسك، كفاية إنك تحقق أحلامك وطموحاتك. وبإذن الله بكرة أحلى. دمتم في خير وسعادة، وأشوفكم على خير إن شاء الله. محمد صبري.